اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على شكل حفله. هنعمل حفله النهارده من الباسطه، يعني السفره بتاعتنا انواع من الباسطه. صوره حلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. تشكيله من المكرونه من اي سوبر ماركت موجود على المنطقه اللي احنا فيها، او المكرونه اللي موجوده عندك في ادراج المطبخ، ولكن الطعم فولاذ النهارده. هنعمل النهارده الكانولي بالسبانخ. كلنا عارفين عجينه الكانولي بتتعمل ازاي، خلونا نشوف نعمله ازاي بحشوات مختلفه منها السبانخ والجبنه. معانا النهارده الرافيولي باللحمه والطماطم. عجينه الرافيولي هنعملها مع بعض لطيفه وسهله، نفس مدرسه عجينه الباسطه. هنشوف نعملها ازاي ونقدر نحشيها لحمه، نحشيها فراخ، نحشيها جمبري زي ما احنا حابين، وحسب الحشو بنضيف له الطماطم او الوايت صوص. معايا كمان من الباسطه النهارده سلطه لطيفه جدا الاطفال بيحبوها، سلطه الباسطه بالتونه والمايونيز. كلنا عارفينها طبعا، يعني اوميجا 3 يعني معادن يعني كالسيوم في نفس الطبق، ولكن المكرونه هنا بتتسلق طبعا تقريبا 3 ارباع سوا، وبعد كده بتتبرد تبريد جيد جدا وبتخش على التونه والمايونيز. ما ينفعش على فكره استخدم المكرونه وهي سخنه مع مايونيز، هي دي المدرسه. معايا كمان البنه النهارده اللي هي المكرونه القلم اللي بنستخدمها مع المكرونه بالبشاميل، هنعملها النهارده مع البيستو صوص. البيستو صوص مع المغازي له طعم تاني، هنشوف نعمله مع بعض ازاي ببساطه وسهوله. مع الريحان الاخضر اللطيف، مع الثوم، مع زيت الزيتون، تقدر تضيف التوابل اللي انت حباها معاه. اصبح هنا الفوتوتشيني بتاعنا الالفريدو بتاعنا المشهور في بعض المطاعم، بنروح ندفع في طبق قد كده في الفوتوتشيني الفريدو. دي معروفه طبعا بتاعت مستر الفريدو او الشيف الفريدو، ده طبعا ايطالي الجنسيه، كان الطبق ده اشتهر بيه المطبخ الطلياني، وبنعمله احنا هنا باطعمه مختلفه. نعمله بالفراخ، نعمله باللحمه، نعمله بالجمبري، نعمله بالسمك. انا هعملها النهارده بالفراخ المعتاد مع الوايت صوص، واشوف نعملها مع بعض ازاي. وحلقات النهارده مميزه جدا، وحفله باسطه بطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هستاذن فريق العمل الجميل، نطلع مع بعض مع مقادير عجينه الرافيولي باللحمه المفرومه. نقدر نعمله بالفراخ، نقدر، نقدر نعمله بالجمبري، نقدر. مقادير الرافيولي: دقيق كوبايتين، معلقتين زيت، رشه ملح، معلقه سكر، ميه دافيه. بنعجن العجينه، عجينه الرافيولي بنفس الطريقه اللي هي نفس عجينه الشيش برك تقريبا. حلو الكلام. عملنا العجينه وجهزناها مع بعض اختصارا للوقت بتاعنا، لان وقتنا من ذهب، بنستغل كل ثانيه وكل دقيقه فيه علشان نقدر نطلع بنتيجه. معانا اللحمه المفرومه ومعانا العجينه جاهزه، مخرجنا الجميل، العجينه هي زي الفل. بفرد العجينه دي يا عم الشيف، وابدا ان انا اتعامل معاها واشوف ازاي هعمل الرافيولي. خلونا الاول نوسع لنفسنا كده، ربنا يوسعها علينا ان شاء الله. نشيل كل حاجه كده علشان افرد العجينه. انا بتبل دلوقتي اللحمه بتاعت الرافيولي، فص ثوم، شويه ملح، شويه فلفل. حلو الكلام. وهعجن حته اللحمه دي كده بالتوابل دي، وافرد العجينه دلوقتي، وبفنجال القهوه تقطعي عجينه الرافيولي. ما بتتحطش لحمه مستويه يا شيف، لا لحمه نيه. واقول ليه دلوقتي؟ لما احنا نحشي مع بعض ونسويها في الفرن، او ان احنا بنعمل لها بخار، ونشوف ازاي هنعملها مع بعض. عندنا النشابه، اللهم صل على النبي، نشيل ده كده ورا وناخد العجينه بتاعتنا دي كده، نفرد حته. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة الرافيولي مهم جدا انك انت تخدميه عليها وتسيبيها تريح شويه العجينه، عشان لما تفرديها تبقى رؤيها معاكي، مش عايزها سميكه. والرافيولي موجود اشكال، تعملي شكل نجمه، شكل الحلزوني، شكل قوقعة صغيرة كده. هتشوف هعمله ازاي انا دلوقتي مع حضراتكم حالا.
اللهم صل على النبي. تاني شفت العجينة من غير دقيق خالص. شيل دي من هنا ورا عشان انا شايف انها ممكن تقع مني. اللهم صل على النبي. اللحم اللي هو قريب لكباب الحلة بتجيب حتة لحمة هبرة بتقطعها مكعبات. اللحم ده ما ياخدش مية خالص يا ابو حميد. بتجيبه مع بصل يتقطع مكعبات، والصعيد مشهور بالبصل الحلو البصل الأحمر. بتجيب البصل الصغير الحلو ده تقطع الواحدة على اتنين، وتحمر البصل مع اللحمة، وتوطي النار كأنك بتدمس فول يا ابو حميد، والناسة كده حلو، وتسيب اللحمة تتعرف على البصل لمدة تقريبا ساعة زمن، نار هادية جدا. هتطلع لك اللحمة حتة ملبساية زي الفل، وتحط البهارات بتاعتها ملح وفلفل وشوية كمون، وإذا حبيبها تبقى سبايسي قطع عليها فلفل حار، وهعملها لك إن شاء الله يا أبو حميد عشان خاطر الصعيد الجميل. معانا عجينة الرافيولي مع بعض. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. مين يا غالي؟ يا أمين. ألو باشا. أيوة يا أمين. معاك أهو. مين يا غالي؟ ألو. أيوة باشا. أيوة حبيبي. أيوة أمين. معاك يا أمين اتفضل. ألو. وطي التلفزيون يا غالي. يا أمين. راح أمين. شايفين العجينة؟ أهي. بفرتها كده. أقول لك على سر بقى، لما يكون عندك عجينة زي دي كده وبتقطعها بالشكل ده كده، ريحي العجينة بعد ما تفرديها. يعني إيه ريحي العجينة يا عم الشيف؟ يعني شيلي العجينة من على الرخامة أو من على البلانشة اللي بتفرد عليها أو من على الخشبة أو الرخامة علشان تاخد الشكل بتاعها. تقوم العجينة ما تقصرش منك تاني. إيه الجبال والحلاوة دي؟ تعالوا مع بعض نعمل الرافيولي. باخد حتة لحمة كده. نعم يا غالي. أمين. ألو. طيب. بعمل رافيولي اهوت بطريقة سهلة خالص. بحشيل اللحمة اللي فيه دي، ممكن تكون فراخ مفرومة، ممكن تكون جمبري، ممكن تكون سمك فيليه زي ما انت حابة. ممكن يكون مشروم مفروم ناعم. في حالة لما بنعمله مشروم مفروم ناعم بنحط مادة جيلاتينية تمسك المشروم. عينيا نطلع. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لأسرار عمل البسطة النهاردة. وقلنا الحلقة النهاردة حفلة بسطة بأفكار بسيطة وسهلة وغير مكلفة، ولكن الطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف شغال في شويه كارينولي، قصدي رافيولي، الاتنين على وزن واحد بس العجينه مختلفه طبعا. الرافيولي اللي معايا ده قلت لحضراتكم حشوات مختلفه بعمله كده، زي اكله مشهوره من المطبخ اللبناني اسمها شيش برك. شيش برك باللبن، شيش برك بالطماطم، بنفس الطريقه. الحشوه بتكون لحمه ضاني مفرومه، يفضل تكون ضاني وتكون دسمة شوية، وتتحط بنفس الطريقة اللي أنا شغال بها دي كده، وبنطبخ له طبخة لبن نشا بيضة، يغلي اللبن على النار، بنعمل له الطشة بتاعته، كزبرة خضراء، توم، معلقتين دبس الرمان حسب الرغبة، شوية عصير ليمون، وبعد كده نحط شيش برك بعد ما بيستوي في الفرن ياخد غلوة. نفس القصة مع الرافيولي اللي أنا هعمله دلوقتي أهو. أنا هعمله بالطماطم واللحمة. هعمل صوص طماطم دلوقتي، طماطم معصورة، بصلة وتومة، ده المعتاد، ومعروف في المطبخ الطلياني نوعين من الصلصة. الريد صوص بسمينه الذهب، صلصة الذهب، أنا بسميه كده، هم يسموه زي ما يسموه، لأن ده وجوده في المطبخ الطلياني بيطلع منه حاجات كتيرة قوي. والصلصة الفضية اللي هي الوايت صوص اللي هو البشاميل، تقيل خفيف ايا كان، بيطلع منه اشكال كتيره قوي. دول طالما موجودين مع الشيف الطلياني في قلب المطبخ
هو بقى بايه بيقسم زي اللي قاعد على البيانو كده، يطلع كل مقطوعه موسيقيه حسب ايه لمسات ايده. هو نفس القصه عندنا الوايت صوص والريد صوص موجودين مع شويه زيتون شويه ريحان شويه زيتون مخلي اخضر اصبر زي اللي معايا ده كده. ادي العجينه بتاعتي زي الفل. دي عجينه الرافيولي زي الفل. هندخله الفرن دلوقتي مع بعض من غير ما نحط له اي حاجه في درجه حراره 180 يا فاروق. حلو الكلام، بيستوي معايا زي الفل. اقفل عليه الفرن بياخد ويتشمع، بعد التشميعه دي بيطلع يلاقي صوص طماطم لطيف. انا بعمل دلوقتي صوص حلو للرافيولي بتاعي. اشكرك يا غالي. حطيت زيت زيتون، شفت انا بعمل ايه؟ روزماري حلو، وحمص الروزماري ده يا عم الشيف مع فص توم محترم. يا نعم، نيجي لصوص الطماطم بتاعنا. روزماري مع توم وزيت زيتون، هننزل بصوص الطماطم بتاعنا. اللهم صل على النبي. يطلع الرافيولي من الفرن يعوم في قلب الصلصه دي. توابلها يا عم الشيف ملح وفلفل وزعتر، كمون نو، كزبره ناشفه نو، قرفه ناعمه نو. خلصت الاكله دي. ادي نوعين من المكرونه طلعوا معانا، ونركن الصوص ده على جنب. ده وايت صوص، انا عايزك تعمليه بالطريقه اللي انا بعملها دي كده. شفت انا عملت ايه؟ ده وايت صوص، يعني صوص بشاميل. خلي دي هنا كده، وعندي صوص الطماطم اللي انا شغال فيه، باخد منه شويه. ايه الجمال ده يا شيف؟ شفت الجو ده كده اهو، وهنلف الكانيولي بتاعنا دلوقتي نحشيه ايه؟ سبانخ وجبنه. ده طبق تاني اهو معانا. عينيا حبيبي، اللهم صل على النبي. نشوف مع بعض الرافيولي. خلص الرافيولي. بص عليه كده وصلى على الحبيب قلبك يطيب. صوص الطماطم اتعتق على النار. جيب لي الرافيولي الله يبارك لك. بص اللحمه استوت. ايه الحلاوه دي. خلص الرافيولي وانا شغال. عجينه عملتها قدام حضراتكم، كوبايتين دي عشان الاخت اللي كانت بتسال، بياخدوا معلقتين من الزيت، بياخدوا رشه ملح، رشه سكر. الله، وادي كمان طبق خلص زي الفعينية. خلص الرافيولي زي الفل. هغرفه واطلع فاصل على طول علشان انا عايز الصورة الحلوة نشوفها مع بعض. بحط عليه شوية كريمة لباني. يا ويلي، جبنة، نحط جبنة، ولادك بيحطوا الزيادة جبنة، زودي جبنة. يلا، خلص الطبق التاني. هغرفه كده. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ من صنع ايديا وحياة عينيا. ادي الطبق بتاعنا. عايز اغرفه الطبق ده حلو. ده الرافيولي باللحمه. وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان نرجع نشوف بقيه الحلقه بتاعتي، والحفله تكمل باكله باستا النهارده متنوعه الشكل والطعم، والطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد. زي الفل. عملت ايه النهارده يا شيف في عجاله كده؟ اشتريت انواع من المكرونه، عملنا عجينه الكانينولي، عجينه الرافيولي عملناها مع بعض، مقاديرها بسيطه وسهله، وطبق جديد تقدري تحشيه حشوات مختلفه. عملنا مكرونه مع البيستو صوص وشفنا اتعمل ازاي سريعا. اساسي طبعا ريحان وزيت زيتون مع لوز مطحون ناعم. وعملنا المستر الفريدو اللي هي الباستا الفوتوتشيني الجميله، بالفراخ تعمليها، باللحمه تعمليها، بالجمبري تعمليها. عملنا باستا سلطه بالتونه لطيفه وحلوه مع المايونيز، وطبق الكانيولي ده جامد جدا لان جواه معادن، جواه حديد، تقدري تحطي معاه جبنه، تحطي لحمه مفرومه حسب الرغبه. السفره برضو ايا كان فيها حفله باستا، حفله شاورما، لازم طبق السلطه الخضراء يكون موجود على السفره.
يوميا ده معانا باشكال مختلفه وبطعم مختلف. رايه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.